وعليكم ورحمة الله وبركاته، سعيد بالتواصل معكم مجددا، وأشكر جميع الزملاء والأصدقاء وأيضا المشتركين الحاليين والمشتركين المحتملين الجدد. نواصل مواضعنا فيما يتعلق بمادة التأمينات، وسنعرض في حصتنا هذه موضوع يتعلق بالتأمين الاجتماعي. التأمين الاجتماعي، وكما أقول دائما أنه يعد التأمين في وقتنا الحاضر من أهم الدعامات التي يقوم عليها تطور الحضارة الراهنة، لأن وجوده ساعد في ازدهار الحياة الاقتصادية واستقرار الأوضاع الاجتماعية، بالإضافة إلى أنه من أهم مظاهر التعاون الدولي. في أي مجتمع من المجتمعات يعد التأمين من أهم المقاييس التي يمكن على أساسها تحديد مدى وعي الشعور بالمسؤولية. وتقوم فكرة التأمين على وجود خطر يهدد مصلحة مشروعة للمؤمن أو للمؤمن له، يقوم المؤمن بتغطيته في حالة تحققه عن طريق التعويض المالي. وإلى جانب الفائدة، حصول المؤمن له على مبلغ مالي كتعويض عن الضرر الذي أصابه بسبب تحقق الخطر المؤمن منه، فالتأمين عامل من عوامل بعث الأمان والطمأنينة في نفس المؤمن له، إذ بواسطته يأمن من الخسارة التي قد تصيبه سواء في الجسم أو المال، وسواء تعلق الأمر به أو بغيره. فالأمان هو الهدف الأساسي الذي يسعى إليه المؤمن له عند إبرام عقد التأمين مع المؤمن، فهو يحتاط من خطر محتمل الوقوع كالتأمين من السرقة والتأمين من الحريق إلى غير ذلك. والتأمين، ويمكن تقسيم التأمين، أنواع التأمين من حيث الشكل ومن حيث الموضوع. وقد رأينا من حيث الشكل التأمين ذو القسط الثابت، وعرفنا بالتأمين وشفنا واحد مجموعة ديال التأمينات. الآن غنشوف هذا التأمين من حيث الموضوع. ومن بين التأمين من حيث الموضوع كينقسم هو بدوره إلى أنواع: التأمين الاجتماعي، التأمين الخاص، أيضا التأمين البري والتأمين الجوي والتأمين البحري، أيضا التأمين من الأضرار والتأمين على الأشخاص، واللي غنتحدثوا عن كل نوع منها من هذه الأنواع على حدة. والآن غنشوفوا إيش هو التأمين الاجتماعي. ويقوم التأمين الاجتماعي على حماية مصلحة المجموع. قلنا التأمين الاجتماعي، يقوم التأمين الاجتماعي على حماية مصلحة المجموع، أي المصلحة العامة، بهدف تأمين أفراد الطبقة العاملة في المجتمع ضد ما قد يتعرضون له من أخطار قد تحول بينهم وبين مباشرة عملهم. والتأمين الاجتماعي يكون إجباريا، وموضوعه يدخل في إطار قانون الشغل، على خلاف التأمين الخاص أو الفردي الذي يكون اختياريا. ويساهم في التأمين الاجتماعي إلى جانب الأفراد الأجراء والمشغلون الدولة نفسها، حيث تتولى شؤون تنظيمه وإدارته ومراقبته ووضع النصوص المتعلقة به والسهر على حسن تطبيقها. إذن أعيد للتذكير أهم ما ورد من التأمين الاجتماعي. قلنا هو حماية مصلحة المجموع، أي المصلحة العامة، بهدف تأمين أفراد
الطبقة العاملة في المجتمع ضد ما قد يتعرضون له من أخطار قد تحول بينهم وبين مباشرة عملهم. وقلنا أيضا بأن هذا التأمين الاجتماعي يكون إجباريا وموضوعه يدخل في إطار قانون الشغل على خلاف التأمين الخاص أو الفردي الذي يكون اختياريا، ويساهم في التأمين الاجتماعي إلى جانب الأفراد الأجراء والمشغلون والدولة نفسها، حيث تولى شؤون تنظيمه وإدارته ومراقبته ووضع النصوص المتعلقة به والسعر على حسن تطبيقها. إذن هذا هو مجموع المفاهيم التي مرتبطة بالتأمين الاجتماعي التي تحدثنا عنها، ونقف في هذا الحد راجيا من الله تعالى أن يعين كل الزملاء والأصدقاء والمشتركين الحاليين والمشتركين المحتملين الجدد، وأضرب لكم موعدا لاحقا إن شاء الله، وبالتوفيق والنجاح.